ناخد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ شريف فؤاد، نعرف ماذا سيحدث خلال الفترات القادمة أو خلال بعد نزول الجدول الجديد للاتحاد كرة القدم في مباراة ووضع مباراة النادي الأهلي أمام بيراميدز يوم 28/2 يوم الخميس في دور الـ16 في كأس مصر. أستاذ شريف، إزاي حضرتك يا فندم؟ بخير يا كابتن هشام، تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام جميعا في الاستوديو وجمهور النادي الاهلي العظيم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا طبعا يعني هارد لك في مباراه اليوم، ولكن النادي الاهلي يستطيع ان يعود مره اخرى خلال المباراتين القادمتين، لان النادي الاهلي هو يعني اللي بيقود هذه المجموعه وهو الاقرب للتاهل في هذه المجموعه. ان شاء الله يتاهل اول للمجموعه باذن الله، ويعني يتم علاج الاخطاء باذن الله كابتن اسلام. نعم. هذه كوره يعني الحمد لله على كل حال، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. كلنا ثقه انه الاهلي سيتاهل اول هذه المجموعه باذن الله ان شاء الله. استاذ شريف، النهارده بعد اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي الاخير وصدور 8 قرارات هامه جدا، ومنذ هذا الوقت وحتى الان يعني كلام كتير جدا، ولكن اتحاد كره القدم حتى هذه اللحظه او منذ حوالي ساعه قال على موقعه الرسمي ان كاس مصر دور الـ16 وضع المباريات لكاس مصر دور الـ16 والثمانيه والاربعه ودور الـ16. النادي الاهلي سيلعب في دور الـ16 امام بيراميدز في استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعه 7 يوم 28/2/2019 اللي هو يوم الخميس. ما موقف النادي الاهلي في هذا الموضوع؟ اولا يعني انا بشكر حضرتك واحييك مره ثانيه كابتن اسلام، وخلينا نعيد التذكير من خلال هذا المنبر الاهلاوي وقناه النادي الاهلي. نعم. على موقف النادي الاهلي اللي دايما بيعبر عنه وبيبلوره، موقف مجلس الاداره واللي بيكون متسق الحقيقه مع دور الوطني والتاريخي ومع دور النادي الاهلي عبر العصور، بعيدا دايما عن اي اثاره او فتنه، وحرص على استكمال النشاط الرياضي بشكل عام في كل العبادات المختلفه، مش بس في كره القدم. نعم. وبالتالي الحقيقه النادي الاهلي لما اتخذ هذا الموقف قبل عده ايام باجتماعه الطارئ، نقدر نقول انه هذا الاجتماع جاء بعد كثير من يعني تحمل النادي الاهلي وغض الطرف عن كثير من الاخطاء في جدول المسابقه، وبالتالي القرارات التي صدرت عن الاجتماع وهي قرارات وليست بيانات كما تعلم حضرتك كانت واضحه تماما، لانه النادي الاهلي اعلن بعد ان سرب عبر وسائل الاعلام انه نادي بيراميدز يرغب في تاجيل مباراته في الدوري يوم 28، النادي الاهلي لم يكن لديه اي مانع في تاجيل هذه المباراه. فلا نعلم لماذا تمت الدعوه الى اجتماع بحضور رؤساء الانديه مع اتحاد كره القدم. كان يمكن لجنه المسابقات ان تؤجل هذه المباراه وتنتهي الأزمة والنادي الأهلي لم يكن معترضا، لكن ما حدث أنه دعي إلى هذا الاجتماع الرسمي والنادي الأهلي أرسل خطاب يستفسر عن جدول أعمال هذا الاجتماع، فتم الرد على المدير التنفيذي للنادي الأهلي بخطاب يفيد من اللي هو ثروت سويلم أنه جدول الأعمال رقم واحد كذا ورقم اثنين كذا كانت تتعلق بفكرة استكمال الجدول وأيضا الاستعدادات التي سيتم غلقها استعدادا لكأس الأمم الأفريقية. مظبوط. وبالتالي بالنسبة لنا هو اجتماع رسمي محدد له جدول اعمال بناء على خطابات، وتم طلب فيه حضور رئيس مجلس الاداره شخصيا او من ينوب عنه من اعضاء مجلس الاداره وليس من جهاز الكره مثلا او اي مسؤول اخر في النادي. فالحقيقه انه بالنسبه لنا هذا الاجتماع باطل وحضرتك تعلم بسبب حضور رئيس نادي الزمالك الموقوف، ثم تطاوله على ممثل النادي الاهلي في هذا الاجتماع هو المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره واكبر اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي سنا، كان على لزاما على مجلس اداره النادي الاهلي انه يكون هناك موقف. دعا الاجتماع طارق الكابتن محمود الخطيب مساء يوم الخميس، عقد هذا الاجتماع يوم السبت. هوصل مع حضرتك نقطتين في غايه الاهميه يحسموا هذا الجدل. النقطه الاولى انه في قرار البند عند حضرتك رقم 6 بيقول انه رفض اي استبدال لاي مباراه سواء بمباراه اخرى في الدوري العام او بمباراه في بطوله اخرى. مظبوط. فده كان واضح. ليه؟ بيفسروا البند الثاني اللي هو بيقول انه اذا صدر عن الاجتماع اللي من وجهه نظرنا انه باطل يوم الاربعاء الماضي اي توصيات اخذت بيها لجنه المسابقات فلن ياخذ بيها النادي الاهلي، والحقيقه ده اللي حصل. حضرتك هتقول لي ازاي؟ ولا حضرتك انه من دقائق قليله المتحدث الرسمي لاتحاد الكره الكابتن احمد مجاهد على موقع الوطن والعهد عليهم قال انه هذه امور كان متفق عليها في اجتماع مجلس الاداره وهذه توصيه لهذا الاجتماع. إذا الراجل بيقر إنه هذا الاجتماع الباطل بحضور رئيس الزمالك الموقوف من اللجنة الأولمبية المصرية ومن الاتحاد الأفريقي الكاف، اتخذ قرارات وأخذ توصيات اتخذ يعني أخذتها بعين الاعتبار لجنة المسابقات واتحاد كرة القدم. نعم. ده مدهش بالنسبة لنا في النادي الأهلي
نتمنى ان يكون في يعني قدر كده من مراجعه النفس والوقوف، لانه النادي الاهلي الحقيقه احرص المؤسسات والانديه على استكمال مسابقه الدوري العام، على حدوث على عدم حدوث اي اثاره من اي نوع، على عدم زياده حاله الاحتقان اللي موجوده بين الجماهير، لانه يدرك دوره الوطني والسلم المجتمعي، وكثيرا ما كان يعني بيتخذ بعض القرارات التي ربما يرى البعض فيها غبن حرصا على سلامة الجماهير وسلامة الوطن وسلامة المسابقة لاستكمالها، ونحن نريد استكمالها إن شاء الله كده، سواء الدوري أو الكاسة. فندم كلام حضرتك ده تقصد يعني؟ طبعا طبعا، وفي النهاية أنت يعني ما خرج من اتحاد كرة القدم خلال الأيام الماضية يدهشك كابتن إسلام، أنه صديقنا العزيز اللي أنا بكمله كل تقدير واحترام، وحدثت بينا مداخلة تليفونية عاتبته فيها على ما اثاره، هو الكابتن سيف زاهر. كابتن سيف زاهر عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم. نعم. خرج في برنامجه قبل 3 ايام وقال انه مباراه بيراميدز في الكاس مع النادي الاهلي ستكون يوم 28 محل مباراه الاهلي. ونشر هذا الامر زي ما سيادتك تعلم. نعم، قال في اخر 10 ايام تحديدا. فهل اخر 10 ايام في شهر فبراير يعني. نعم. هل يعقل يا كابتن اسلام انه قبل اتخاذ قرار ب 48 او ب 72 ساعه يعلن في وسائل الاعلام؟ لو حضرتك اعلنت هذا القرار هنقول عندك تسريبات اعلاميه وعندك مصادرك وانت طبعا مذيع شرف، انما انه عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم يعلنه على الهواء فده طبعا بيخلق نوع من البلبله وبيخلق نوع من الازدواجيه والتضارب. يعني نرجو انه الناس تاخد بالها، احنا دايما بنقول النادي الاهلي ما عندوش خصومه مع حد، ما عندوش موقف من اي شخص، علاقاته طيبه جدا بكل الاشخاص، لكن لما بياخد موقف يتفق مع سياسه النادي الاهلي فهو موقف عام، موقف مؤسسي ليس معناه ان احنا في حاله خصام او خصومه مع اي شخص، بالعكس الجميع لهم كل التقدير والاحترام وبنحترم حتى كل عناصر المنظومه سواء كانت مؤسسات او افراد، لكن في النهايه لازم اضع النقاط على الحروف واضع الامور في نصابها، لان دي حقوق النادي الاهلي، ودايما بننطلق من المواثيق الاولمبيه والدوليه ولوائح الاتحاد نفسها. تمام. طيب برضو استاذ شريف، برضو هل كانت النية مبيتة او كان من الواضح ان النية مبيتة ان يحدث تغيير في جدول الدوري او تؤجل مباراة بيراميدز في الدوري ويتم وضع مكانها مباراة بيراميدز في الكأس؟ من كلام حضرتك كده او من ما حدث خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا من بعض اعضاء مجلس اداره اتحاد كره القدم يؤكد ان هناك نية مبيتة لهذا الموضوع. يعني الامر ابسط من كده يا كابتن اسلام، زي ما انا بقول لحضرتك انه كان يمكن لمجلس اداره الاتحاد ولجنه المسابقات اتخاذ قرار بتاجيل مباراه بيراميدز مع النادي الاهلي قبل الاجتماع. مظبوط، قبل الاجتماع. وبالمناسبه هذه مباراتي انا المنظم ليها، يعني عايز اقول لحضرتك انه حتى من يومين خدوا القرار ولم يقولونا به، فارسلنا خطاب نستشفر عن الاسباب الحقيقيه للتاجيل، ده انا الطرف الاول في المباراه. هذه مباراتي، وقلنا من فضلكم يعني. ثم حدث من بعض اعضاء الاتحاد والمتحدث الرسمي ايضا تحديدا يتساءل عن فكره وضع النادي الاهلي جمهوره في 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 المواجهه واستدعائه واستعدائه، وده كلام حضرتك تعلم انه لا يمكن يكتب ولا نهج النادي الاهلي ابدا. طبعا النادي الاهلي قال من فضلكم، اتحاد الكوره هو المسؤول عن انه اذا اخترتوا لنا ملاعب نلعب عليها بديله لاستاد السلام، فاختاروا لنا ملعب اشتراطات الحضور الجماهيري اللي اتفقنا عليها مع اتحاد الكره ومع وزير الشباب في بدايه بالعدد اللي متفق عليه وبالامن موافق عليه. اذا كان في ملعب ما فيش الاشتراطات دي فهاتوا لنا الموافقات اللي فيها الموافقه الامن، زي هنا زي اي نادي ثاني، لا نطلب استثناء ولا نطلب حضور جماهيري على اطلاق يا كابتن، لانه بالاساس حتى المباريات الافريقيه التي ياخذها النادي الاهلي في مصر الاتحاد المصري لكره القدم هو اللي بيحصل على الموافقه الامنيه بعدد الحضور. ان احنا ما بنقدرش نخاطب الاجهزه الامنيه مباشره، لازم اخاطب من خلال اتحاد كره القدم. مظبوط، وبنجد كل تعاون الحقيقه من اجهزه الامن، وبيقدروا قيمه المباراه، المباراه دي دور 16 طب 40,000، دور 8 لا احضر ب 60,000 في برج العرب، وتعاون تام. للامانه هناك تعاون كامل وتفاهم من اجهزه الدوله الحقيقه في هذا الاطار وحرص، وعشان كده دايما كنا بنقول في جمهورنا نرجوكم دايما تلتزموا بالتشجيع المثالي، ما تشجعوا الخروج عن النص، مفيش حد يدفعكم للهتاف ولتوجيه السباب لاي حد، لانه الحقيقه نود ان تعود الامور كمسيرتها الاولى وتشوف 100,000 مظبوط. طيب والناس تستمتع، هذه هي كره القدم وهذه هي الرياضه يا كابتن. طبعا استاذ شريف، في اخر وانا بسمع القائك لقرارات مجلس اداره النادي الاهلي، حضرتك قلت في اخر الكلام ان مجلس اداره النادي الاهلي في انعقاد دائم لحين انتهاء كل هذه الامور. طيب
ماذا سيحدث دلوقتي؟ خد قرار اتحاد كره القدم، خد قرار بان مباراه يوم 28/2 ستكون مباراه الاهلي وبيراميدز في استاد برج العرب في دور ال 16 في كاس مصر. ماذا سيحدث؟ احنا منتظرين الكابتن محمود الخطيب يعني مع مجلس الاداره، بالتاكيد هم في مداولات دلوقتي يا كابتن. نعم. والمجلس في حاله انعقاد مستمر، فبالتالي في اي لحظه تلتئم الجلسه يعني. هل الامر يستدعي جلسه سريعه النهارده او بكره او بعده؟ يعني حتى اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها دي للامانه ما عنديش معلومه يعني. هل الامر بالاساس يستدعي انه يكون في موقف ويحدث في نوع من الشد الجذب؟ عارف النادي الاهلي لا يتعامل مع الامور بمثل هذا المنطق، النادي الاهلي عنده رشد في الاداره، عنده رويه، عنده حسن تخطيط وتفكير للامور، لا يزيد الامور اشتعالا مع التاكيد على الحفاظ على حقوقه، يعني النادي الاهلي ومجلس ادارته يستطيع كويس قوي انه يحافظ على حقوقه بدون اثاره وبدون زياده الاحتقان، فاحنا منتظرين الموقف في مجلس الاداره وبالتاكيد ستكون قناه الاهلي هي اول منصه اعلاميه نوع بالتالي. يعني اتمنى لو في اي حاجه حصلت، احنا لسه قدامنا مثلا ساعه ولا حاجه، لو في اي حاجه حصلت في خلال الساعه دي يبقى حضرتك تكون معانا مره اخرى علشان تلقي علينا باسلوبك وبطريقتك المهذبه والجميله الحقيقه اللي دايما بنستمتع بيها. يعني انا وانا قاعد بتفرج على قرارات مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه استمتعت جدا بالقائك وبكلامك في هذا الموضوع، فنتمنى لو في اي حاجه في خلال الساعه القادمه استاذ شريف ان حضرتك يعني نحاول نكلم حضرتك مره اخرى عشان تكون معانا وتقول لنا، لان الكثير. وتحياتي لضيوفك الكرام. الله يخليك، اشكرك شكرا جزيلا استاذ شريف فؤاد المتحدث باسم مجلس اداره النادي الاهلي.